بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم وبارك وعظم. اللهم يا سلام، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي سلمته من كل نقص وعيب، وحليته بكل كمال وجمال، صلاة أسلم بها من كل نقص وعيب، ويسلم بها المسلمون من لساني ويدي. اللهم يا مؤمن، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي أمنته على خزائن الملك والملكوت، صلاة يأمنني الناس على أموالهم وأعراضهم، وأحب للمسلمين ما أحب لنفسي، ويصير النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، حتى يشرق نور اليقين على قلبي فأبلغ به مقام الصديقين يا رب العالمين. اللهم يا مهيمن، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلته مهيمنا على خلقك بقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلاة أهيمن بها على نفسي رقابة وتزكية ومحاسبة، حتى لا أغفل عنك يقظة ومناما، يا حي يا قيوم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في البدء والغاية، في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره في الدارين، آمين. الوجه 28 في الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل يوم القيامة، وهو حديث طويل. عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصراط يضرب على ظهر جهنم، وأنه لا يعبر على الصراط إلا أهل التوحيد، الأمم التي تبعت الأنبياء، العصاة منهم والطائعين، حتى المنافقين، والمنافقون بعد ذلك يقعون من على الصراط إلى جهنم والعياذ بالله. وبين أن هناك على هذا الصراط خطاطيف، شبهها بشوك السعدان، فيعلق على هذا التشبيه سيدنا أبي جمرة في هذا الوجه، يقول فيه دليل على أن عدم التحديد في الموضع المخوف أبلغ، يؤخذ ذلك من قول عليه السلام: مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله، أو عظمها إلا الله عز وجل. يعني ما حددش عظمها، تركه. كونه لم يحدد دليل على أنه تركها لشدة أن يخوف الناس منه، لأن تحديد الشيء يؤدي إلى اعتياد الشيء. ولذا نحن نقول أن التمثيل حرام لأنه بيحدد المطلق، التمثيل حرام لأنه يخالف سنة النبي، يحدد المطلق. أحيانا يمثلك الملائكة، والملائكة نحن لا نعرف كيفية خلقهم بالتحديد، ده أحيانا يمثلك دور الشياطين، وأحيانا يمثلك دور بعض الصحابة والصالحين الذين لم نرى كيف كانوا يتكلمون، أو كيف كانوا يلبسون، أو كيف كانوا يتناقشون، فيختلق حوار مكذوب على لسان ميت قد لا يرضى هو عن هذا الحوار، وهذه كلها أكاذيب على الموت. ونحن عندنا أن المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، بل حرمته ميتا أشد، لأنه لو حي يقدر يدافع عن حرمته، لكن إذا مات لا يوجد من يدافع عن حرمته. فطالما الميت حرمته ميتا كحرمته حيا المسلم، يبقى يجب أن نراعي هذه الحرمة، ولا نمتهن الصالحين فنمثلهم، ولا نمثل حال الطالحين تنزها من أحوالهم،
يقول لك طب ما ينفع الناس اللي احوال الكفار ادام الصالحين بلاش نقول له روح حرام ان المسلم ينطق بكلمة الكفر الا لو كان مكره ده احيانا يمثل دور ابو جهل ويذم في النبي وهو مسلم من اجل التمثيل طب هل يجوز انك تذم في النبي من اجل التمثيل واحيانا يسجد لصنم والله ذم النبي اشد من السجود للصنم كمان شوف ذم النبي اشد لكن يعمل اعمال الكفار بيقول لك اصلي بمثل طب لا يجوز ان نتلفظ لفظ الكافر ولا نعمل عمل الكافر الا عند الاكراه الملجئ الا من اكره وقلبه مطمئن للايمان كويس يبقى هل التمثيل فيه اكراه يمثل دور ابليس ولا يمثل دور فرعون وهامان لا يجوز يبقى التمثيل اما تقييد للمطلق وهذا لا يجوز او تقييد لصوره شريفه وهذا ايضا لا يجوز لانه فيه نوع غيبه او تقليد لصوره قبيحه المسلم يتنزه منه فهو على كل حال منهي عنه وهذا مذهبنا الذي نلقى الله عليه ان التمثيل بكل صوره حرام هذا ما نلقى الله ما فيش حاجه اسمها تمثيل يجوز علشان يبين المشاكل او مش عارف غلط ما فيش حاجه اسمها يجوز وربنا لا يصلح عمل المفسدين يعني حتى لو حول الفيلم الى وعظ وارشاد ربنا لا ياتي بوعظ وارشاد يمس القلب من هؤلاء المفسدين اعرف كده كويس لان ربنا بيقول لا يصلح عمل المفسدين فالنبي هنا لم يرد ان هو يبين قدر عظمها حتى تصير مطلقه في ذهن السامع يظل خائفا منها انما لو قيدها يعتدها فتقييد الايه غير المرئي يؤدي الى فقد الحذر منه فهمت بقى المساله ودي مساله تربويه مهمه عشان كده ربك في القران قص علينا احوال اهل النار قصص وترك لنا ان نتصور انهم يشربون الحميم وياكلون اكل الهيم وانهم ياكلون شجره من زقوم وانهم ثم ترك لكل انسان فينا يتصور كيف يكون قبح حالهم حتى يحذر حاله ولكن ربنا كان قادر انه يمثلهم لنا يعمل لنا صوره تمثيليه واضحه ليهم لا يعجزه الله ذلك لكن الله لم يرد ذلك اصلا لم يرد الله حتى ان هو يحفظ لنا صوره الانبياء كان ممكن يحفظ لنا صور الانبياء وكان في رسامين عندهم قدره عجيبه على دقه الرسم يرسم لك صوره سيدنا هود بالظبط زي ما سيدنا هود تشوف كانه هو صوره سيدنا محمد شو كانه هو لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون صور الانبياء في اذهاننا غير مقيده بصوره حتى تظل على اطلاق نقائها واضح فدي نقطه مهمه تربويه يغفل عنها كثير من القائمين بالدعوه لدرجه بعضهم يقول لك انا اؤيد التمثيل اللي هو يكون يعني بيعالج بعض القضايا بطريقه ليس فيها مخالفات هذا خطا اصلا فقهي خطا فقهي لا يوجد اصلا هذا التمثيل التمثيل من اوله اختلاق وكذب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من علامات القيامه انتشار الكذب ودي كانت شايف بيتباهوا ان يقول لك عملوا 200 فيلم في السنه و300 فيلم في السنه و400 فيلم في السنه وكلها كذب فضلا عن الاخبار والاعلام وغير ذلك المرئي والمسموع مملوء بالكذب والمبالغات والافتراءات والصحافه وغيرها وغيرها يبقى صدق رسول الله ان من علامات القيامه انتشار الكذب يحصل الكذب ده بقى تشوفه في كل حته فهنا شوف حته النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا يعلم قدر عظمها الا الله كان ممكن يقول مثل جبل احد مثلا يقول اي مثال والنبي موشاه زي ما مثل شكلها شوك السعدان كان ممكن يمثل حجمها لكن النبي اراد ان يترك امر في النفس يظل يزعجها ويخوفها باستمرار
ما إذا وقوله تخطف الناس أي تجذبهم إلى جهنم من أجل أعمالهم الخبيثة كما تقدمت الإشارة آنفا. وقوله فمنهم أنواع الناس بقى اللي بيجوزوا على الصراط أنواع. فمنهم أي من الناس من يوبق بعمله، يعني يهلك بسبب عمله فيقع من على أي الصراط إلى جهنم. جهنم الترقية والتنقية مش جهنم العذاب، لأن المؤمن هيدخل جهنم لو دخل. جهنم ترقي وتنقية لا عذاب، وإن كان الترقي والتنقية يحتاج لعذاب برضه، هو هيشعر بعذاب بس عذاب ليتنقى ويترقى، لا عذاب ليدوم عليه. العذاب اللي يدوم عليه ده الكافر. واضح؟ ومنهم من يخردل، لأن ربنا بيقول أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يوبقهن يعني يهلكهن بما كسبوا، يبقى منهم من يوبق بعمله يعني يهلك بعمله. ومنهم نوع تاني من يخردل، ما انت عارف ان شوك السعدان ده في خطاطيف لو دخلت في ثوب تيجي تحاول تسلكها من الثوب ما تتسلكش الا اذا خدت حتة من الثوب، لازم تقطعها مهما كنت حريص تحاول تسلكها من دي تلاقي حاجة تانية داخله فيها، تطلعها من واحدة تروح مدخلها في حتة تانية، تطلعها من التانية تدخلها في حتة تالتة، لانها في جميع الاتجاهات شوك شكله عجيب. فاذا دخل في حاجة ما تعرفش تخلصها الا اذا سبت حتة منها فيه، يبقى دي معنى يخردل. يبقى في كلاليب تمسك، يا اما تمسك وتوقع خالص، يا اما تمسك والبني ادم يحاول ايه يخلص نفسه منها يقوم يسيب حتة من جسمه فيها. ادي معنى يخردل يعني يقطع. ومنهم من يخردل اي تأخذ تلك الكلاليب منه بقدر ذنوبه. وقول ثم ينجو وبعد كده ينجو، يبقى مخدوش مسلم. والنبي قال ايه في منهم مخدوش مسلم، يتخدش ويتقطع ويسلم في الاخر. ومنهم ايه ناج مسلم، ربنا يجعلنا منهم، ده مش هيحس بحاجه، ده يمشي كده زي البرق او اجاويد الخير ويعدي على طول ما يمسوش شيء في كمال العافيه، لانه كان في كمال النقاء والبعد عن المخازي في دنياه. ومنهم المكدوس في نار جهنم اللي هو يقع بقى اللي هو الهالك. يبقى النبي بين لك ايه ان الانواع الثلاثه، الانواع الثلاثه كمان كل نوع منهم انواع، لانه حتى الناجي المسلم في منهم يمشي كالبرق ومنهم يمشي بسرعه الصوت، البرق ده سرعة الضوء، ومنهم اللي يمشي بسرعة الصوت، ومنهم اللي يمشي بسرعة الخيل اللي بتجري كأجاويد الخيل، ومنهم من يسير كشد الرجال زي راجل ماشي بيمد أو بيجري، ومنهم من يحبو ماشي يحبو. كل دول ناجي، لكن شوف أنواع كتير. وفي منهم المخردل اللي هو المخدوش الايه الناجي، برضو انواع، تاخد منه حته واحده، تاخد حتتين، تقطع وشه، تقطع ظهره، تقطع دراعه، تقطع، انواع كتير المخدوش الايه. وفي منهم المكدوس في نار جهنم، يا اما يكدس من اول الصراط، يا اما يكدس في وسط الصراط، يا اما في اخر الصراط، انواع كتيره. لان اللي هيقع في اول الصراط يبقى هيقعد في جهنم مده اطول، واللي هيقع في وسط الصراط هيقعد مده اقل، واللي هيقع في اخر الصراط هيقعد مده اقل واقل، وهكذا في انواع كثيره. لكن النبي بالايجاز جمعهم في ثلاث اصناف، وكل صنف انواع لا حصر لها. وده يبين لك اعجاز النبي في الايجاز وفي البلاغ، لانها صوره هتشمل مليارات من الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلام، راح لخصها لك في ثلاث انواع، وكل نوع فيها صور لا تحصى، وتركك بخيالك ان تتصور. صلى الله عليه واله وسلم، ما حدش يعرف يبين هذا البلاغ مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد فينا ربنا كشف له هذا الامر وقال له احكي للناس
كنا هنقعد نملى فيها قصص ونقعد نكتب فيها 400-500 صفحة ومش هنوجز العبارة زي النبي ونبين، لكن النبي قالها في سطرين صلى الله عليه وسلم عشان يبين لك بلاغة النبي في إعجاز بلاغه صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول اختصر لي الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يخردل أي تأخذ تلك الكلاليب منه بقدر ذنوبه، وقول ثم ينجو، فيكون الناس على هذا الخبر الصدق ثلاثة أصناف: ناج بلا تشويش وهو ما قدمنا ذكره الذي تقول له النار جزية مؤمن، ومنهم الذي تبقه أعماله فيهلك، وما بين ذلك الذي يخردل ثم ينجو، وهؤلاء ليسوا على صفة واحدة بل منهم الكثير التخردل ومنهم القليل وما بين ذلك، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام بقدر أعمالهم. ومعلوم بالضرورة أن أعمال الناس ليست على حد واحد، وكذلك الفرقة الناجية ليست على حد واحد في الرفعة، وكذلك الرفقة الهالكة أيضا ليست على حد واحد في العداء، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام بقدر أعمالهم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم ينجو يعطي المفهوم هنا أن المخردل لا ينجو إلا بعد بطء. ثم شوف النبي بيقول ثم، يعني في فترة، ما قالش وينجو أو فينجو، أصل فينجو دي فيها التعقيب السريع، وينجو تحتمل البطء وتحتمل السرعة الواو، لكن النبي عليم باللغة قول ثم ينجو، يعني هيقعد لسه حلاني بقى على ما ينجو. ثم دي تدي لك معناها كده انها ببطء شديد على ما يتخلص. ثم ينجو يعطي المفهوم هنا ان المخردل لا ينجو الا بعد بطء، لان ثم تعطي المهلة في الزمان، فلا يكون زمان نجاته الا بعد طول او تعب، ويعطى أن ضده وهم النجون تكون نجاتهم بسرعة، وقد جاء ذلك في قول عليه الصلاة والسلام: إن من المؤمنين من يجوز على الصراط مثل البرد، ومنهم مثل الريح، ومنهم مثل الجواب السابق، ومنهم مثل أشد الرجال جريا، ومنهم مشيا. وهذا أدل دليل لما قدمناه آنفا، وهو أن الثلاثة أصناف ليسوا على حد واحد. وقول حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أهل النار بقى وقعوا واللي عدى الصراط عدى، يمر فترة لا يعلم قدرها إلا الله، لما ربنا يريد يخرج الناس بقى اللي هم استووا في النار بقى ونطفوا، يبتدي بقى يدي أوامر بقى للملائكة تروح تطلع من النار اللي تشوفه في علامات الإيمان، وللأنبياء تشفع، وللمؤمنين يشفعوا في قرائبهم اللي دخلوا، لحد يتبقى في النار مجموعة ما عملتش خير قط لكنها ميتة على التوحيد، لكن ما عملتش خير قط، ولو حتى شفق على يتيم، ولو مرة كده شاف منظر صعب عليه حتى، يعني ما عملش خير قط، لكنه كان في قلبه مصدق بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كويس. فدول يسموهم متقاء الرحمن، دول ما يعرفهمش حد من الملائكة ولا من المؤمنين، لأن ما كانش ليهم سابقة أعمال حتى نشهد لهم، والملائكة بتشهد حسب أعمال كل واحد، ما لهمش اطلاع على القلوب، يخدها لك فيقوم ما يطلعش عليهم إلا ربك. هم دول اللي يتبقوا بقى إيه في النار في الآخر خالص بعد ما يشفع كل الشفعاء، فيجي شفاعة الرحمن بقى اللي هم يسموهم متقاء الرحمن، دول يروح يطلعهم والنار دي تفنى بقى، ما يبقاش فيها سكان، طالما ما فيها السكان تفنى، ملاش لازم هتقعد تعمل ايه تاكل بعضها، ما هي اصلا ما بيبقاش فيها نار وعذاب الا باعمال اللي فيها، طالما اللي فيها خرجوا اعمالهم خلاص اتحسبوا عليها، ما بقاش فيها نار تفنى، واخد بالك؟ دي الجزء ده السطحي من النار اللي يفنى، لكن النار بتوع المخلدين الخالدين دي هي دي اللي ايه تبقى. وعشان كده واما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء الله من أصناف العذاب، إلا ما شاء الله من أصناف العذاب، يعني حتى الخالدين أصناف عذابهم متفاوتة بتفاوت برضو أعمالهم، واضح؟ يبقى هنا المشيئة هنا مش معناها تقييد للمدة، لا، ده تقييد لطريقة عذاب كل واحد، إلا ما شاء الله من أصناف العذاب التي تليق بكل واحد منهم، واضح؟ لأنها الخالدين فيها،
إلا ما شاء الله بما شاء من أصناف عذاب لهم، وتكون مقيدة بالمدة لمين؟ لنار إيه؟ للنار اللي هي إيه؟ نار المؤمنين اللي هي تفنى. يبقى من قال بفناء النار قصد نار التنقية، ومن قال بإيه؟ بدوام النار قصد نار العذاب التي يدخلها المنافقين في الدرك الأسفل منها والمشركين. وأما الذين سعدوا، وفي قراءة سعدوا، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، من أصناف نعيم لهم على قدر أعمالهم. يبقى إلا برضو ما شاء من إيه؟ من تفاوت الرتب في الجنة نفسها، عطاء إيه؟ غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، غير ممنوع، مستمر. واضح؟ علشان ما نفهمش إن المشيئة هنا تقييد للمدة، فناخد بالنا لأن دي نقطة دقيقة لم ينص عليها كثير من المفسرين، فتاخد بالك منها. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أي أنه وصل الوقت الذي سبق في علم الله وإرادته أنه يرحم من سبقت له الرحمة في ذلك الوقت من أهل النار، لنار التنقية، لأن الإرادة من الله ليست كإرادتنا تحدث بعد أن لم تكن تعالى أن تكون صفات تشبه صفات المحدثين. يعني إيه؟ يعني يقول الإرادة دي ليست أمر حادث يحدث يطرأ على الله فيريد، لا، دي إرادة قديمة، لكن وقت ظهورها هو اللي حادث. لكن الإرادة قديمة، لكن وقت عشان كده احنا نقول القضاء والقدر. ايه هو القضاء؟ القضاء هو المقضي، والقدر هو وقت ظهور القضاء. يبقى مش معناه القضاء والقدر ده عطف بيان، لا، ده عطف تأسيس، لأن القضاء هو المقضي، مقضي على هذا الإنسان أنه يصاب بمرض الفلاني. القدر هيجيله في سن 40، في سن 50، في سن 60. يبقى القدر هو وقت ظهور المقضي. فهمت بقى؟ يبقى القدر يبحث عن زمان ظهور الإرادة، والقضاء هو المقضي على الإنسان مطلقا دون بيان وقت ظهوره. واضح؟ أيوة. القضاء نوعين، القضاء بقى المقضي ده نوعين، قضاء مبرم لا يرد، وده لا يعلمه على فكرة إلا الله، حتى الملائكة ما تقرهوش، ده القضاء المبرم. والقضاء المعلق إن ربنا يقول إن مثلا يكتب كده للملائكة، لو فعل عبدي اليوم مثلا صلى صلاة التراويح اليوم يبقى نجوه من الحادثة اللي كانت هتحصل له لو سافر وقت صلاة التراويح. يعني معناه في حادثة هتحصل له لو ما صلى صلاة التراويح النهار، بحيث ان هو لو قدم السفر على صلاة التراويح تحصل له الحادثة، لو صلى التراويح وسافر ما تحصل لهش الحادثة. فهمت المثال؟ او يقول مثلا للملائكة ان فلان عبدي هيقابل انسان في ضائقة، لو عاونه فرجوا عنه الضائقة اللي كانت هتحدث له بعد حين، لو لم يعاونه ضيقوا عليه في الضائقة التي تأتيه بعدها. فهمت بقى؟ يبقى دي قضاء مبرم وقضاء معلق. الدعاء والأعمال تمنع القضاء إيه؟ المعلق. وعشان كده يقول لك إيه؟ إن صلة الرحم بتنسأ في الأجل، في حين إن الأجل معروف. يبقى الأجل نوعان، في أجل مبرم لا يعلمه إلا الله، وأجل تاني معلق. لو قطع رحمه اقصفوا عمره يا ملائكة الموت، خلصونا منه بدري بدري. لو وصل رحمه بركوله في عافيته وعمره. فهمت ازاي؟ لكن الملائكة، لكن خد بالك إن ربنا في علمه يعرف ده هيصل رحمه ولا هيقطع رحمه، في علم الله يعرفه، لكن ما قالش للملائكة. فهمت بقى المسألة؟ حتى لا يستوي علم الله بعلم الملائكة. علم الملائكة اللي هو ربنا سمح ليهم ان هم يطلعوا على شيء معين. وعشان كده من علامات جهل الانسان ان هو يريد ان يظهر في الوقت غير مراد الله، دي من علامات عين الجهل بقى.
يقول بس لو كان حصل وقابلته، لكن خسارة ما قابلتوش. ده انت جاهل قوي، ده يمكن لو قابلته كان هيحصل مصيبة زورة. كويس انك ما قابلتوش، فهمت؟ يعني ما تندمش على شيء لم يحدث، ولا تستعجل شيء قبل اوانه، ولا تستأخر شيء لم يحدث تريد حدوثه. لا، يعني اترك الامر لله، لان ربنا بيختار لك افضل الاختيارات. لو يديني بس مليون جنيه دلوقتي، عارف لو ادالك دلوقتي ما كنتش قعدت معانا ولا سمعت الكلام الحلو ده ولا صليت، وكان زمانك قاعد في كازينو بتنقط الرقاصة وتبقى راجل مفتري، تبقى مفتري بمليون جنيه، ولا يبقى معاك 10 جنيه وتبقى راجل صالح. أني أحلى مثلا 10 جنيه وصالح أحلى. فيبقى كل واحد يرضى بقضاء الله، لأن ربنا بيختار لك أحسن الاختيارات كلها، فهمت ازاي؟ ويخليك فيها لأنه لطيف بعباده. الوجه 29، وده وجه طويل شوية هنخلصه بسرعة. فيه دليل على أن من كان من أهل الإيمان وإن كان في أي حالة كان لا يقطع إياسه من رحمة أرحم الراحمين، فلعله ممن سبق له من الخير سابقا. وقد قال، يعني الواحد هو على الصراط وشايف الناس بتقع حواليه، يفضل برضو أمله في الله أنه حينجيه، ما يأس أبدا من رحمة الله، فهم؟ اوعى يقطع أمل، لأن كونه وصلك على الصراط مع الأمم الموحدة دي نعمة في حد ذاتها. ما هو التانيين اللي هم أهل العذاب الدائم ما شافوش الصراط ده، دخلوا النار من أبوابها الرئيسية، دخلوا بالباب الرئيسي، فهمت؟ لكن أنت مش هتدخلها من الباب الرئيسي ده، أنت هتبقى ماشي عندك أمل إنك تجوز الصراط، فلا تقطع أملك في الله في أي لحظة. فلعله ممن سبق له من الخير سبق. قال جل جلاله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى في النوم أن القيامة قد قامت وحوسب الخلفاء، فأمر بهم ذات اليمين حتى وصل الأمر إليه فحوسب فأمر به ذات اليمين، فهو سائر مع الملائكة فلقي في الطريق مثل الجيفة، فقال للملائكة: من هذا؟ قالوا: اسأله فهو يخبرك. فوكزه برجلي وقال له: من أنت؟ فقال له: أنا الحجاج، حجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف ده كان يختم القرآن أسبوعيا مدى حياته، وكان يتحدى الناس في أنه يخطئ في القرآن إذا فلان، وكان فقيه في اللغة العربية، وكان خطيب لا يبارى، وكان عابد لا يبارى، لا يفوت قيام ليل. الحجاج بن يوسف ده المجرم بتاعهم، كان بيعمل كده، المجرم بتاعهم. شوف المجرم بتاعنا احنا بيعمل ايه، عشان تعرف بس ايه اختلاف الزمان. يعني المجرم بتاعهم هو اللي قسم القرآن أرباع وأحزاب وأجزاء، يعني تقسيم القرآن لأرباع وأحزاب ده الحجاج بن يوسف هو اللي أشار ليه، عشان ايه؟ يعرف يقسمه ويسبعه يخلصه بسبعة أيام. فهو اللي ايه أشار على القراء ان هم يقسموا القرآن إلى أحزاب وأجزاء، وهو اللي أشار على تنقيط المصحف وتشكيل وحط ضم وحط فتح وحط نقطة ونقطة فوق ونقطة تحت. كل الشغلانات دي كانت فكرة الحجاج بن يوسف، لكنه كان ايه؟ كان قتال قتل، كان يوميا لازم يقتل ناس وإلا ما يستريحش، ربنا ينجينا. لكنه مات على التوحيد، مات على الإسلام، أسرف على نفسه بس مات على الإسلام. فهو شاف جيفة كده على الصراط يقول: انت مين؟ قال له: انا الحجاج. فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير بس 70 قتلة، وانا انتظر ما ينتظر الموحدون. يعني برضو ما يقس من رحمة ربنا بالرغم ان هو في ايه؟ في الحالة المزرية دي. وقوله: أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، أي قوما ممن كانوا يعبدون، بدليل قوله في حديث آخر أنه يخرج أولا من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان،
وفي الثانية أدنى حبة من الإيمان، وفي الثالثة أدنى حبة من الإيمان. فاحتمل هنا أن يكون أراد أن يخبر بالكل عن البعض، وأراد أن يخبر عن جميع المخرجين وإن كانوا في مرار عدة اختصارا، ولكوني عليه الصلاة والسلام قد أخبر به في مكان آخر مفصلا، فإن الفصيح يختصر في أخباره ليحفظ عنه، ويطول ويطول ليفهم بحسن البنيان عنه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي من كلا النوعين أكملهما وأعلاهما، وقوله أن يخرجه من كان يعبد الله معناه من كان مؤمنا، لأن المؤمنين ينطلق عليهم اسم عباد وإن كان منهم المذنب، لأنه قد عبد الله أي أنه قد أقر له سبحانه بالألوهية ولم يجعل له شريكا ولا عبد شيئا من دونه، لأنه لو كانت عبادته على ما يعرف من اللغة الاصطلاحية ما دخل النار. والعرب تسمي الكل بالبعض والبعض بالكل، وهنا دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون أن النار لا تحرق بذواتها، وإنما الحرق خلق من خلق الله تعالى يصيب به من يشاء، فلو كانت تحرق بذاتها حرقت الملائكة وغيره. يعني الملائكة تخرج تدخل النار تطلع، الملائكة ما تتحرقش، لأن خد بالك إن اللي بيتحرق بيتحرق بمعصية، الملائكة معصومة فتدخل النار ما تتحرقش. عشان كده سيدنا إبراهيم معصوم لما حطوه في نار الدنيا ما اتحرقش، واضح؟ لكن احنا لو حطونا في النار نتلاسع من معصينا، فهمت بقى؟ فانت النار ما تنسحبش إلا بسبب معصيك، لكن لو تنقيت خلاص وترقيت وانت في الدنيا تحط ايدك في النار ما تنسحبش. شفت؟ يعني لو سيدنا محمد فرض جدلا جدل عقلي دخل جهنم تصير جنة على طول، يعني حيثما حل النبي هي الجنة. عشان كده لما سئل سيدنا ابراهيم لما ايه اخبارك في النار الايام اللي قعدت فيها في النار، هو قعد في النار بتاع يقال اسبوع يقال ثلاث ايام على خلاف، الله اعلم، المهم قعد مده. فبيسالوه ايه احب يعني ايام شفتها في عمرك كله اللي عشته، قال الايام اللي قعدتها في النار احلى ايام كانه في الجنه، هي دي احلى الايام اللي شفتها. يبقى النار لا تحرق بذاتها بل تحرق بسبب ذنوب من حل فيها، بدليل الملائكة تدخل وتطلع في النار ولا يسيبها حاجة، واضح؟ وأحرقت، وكانت كمان ممكن تحرق مواضع السجود، لكن دي نار تحرق من الإنسان كل حاجة فيه دخلها إلا مواضع السجود تحرق، وما تحرقش صورته، يعني نفضل شايفين صورته عارفين إنه ده فلان وهو قاعد في النار بقى فحمة إلا إن صورته لسه موجودة، ما حرقتش صورته ولا مواضع السجود فيه. يبقى دي نار غريبة، نار مخصوصة ربنا خلقها ليها خصائص غير نار الدنيا اللي احنا شايفينها. وقول ويعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، هنا بحوث منها أن يقال أن أثر السجود لا تأكل النار ممن كان مؤمنا سجد، سجد أو لم يسجد. فإن قلنا ذلك فقد أخرجنا اللفظ عن موضوعه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يعرفونه قال يعرفونهم بأثر السجود، وأثر الشيء لغة لا يكون إلا بعدما مر على ذلك الشيء، لا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام بين المؤمن والكافر ترك الصلاة. بيقول لك يعني افرض واحد مؤمن وما صلاش، طب ما النار يبقى هتحرقه كله، ما فيش مواضع السجود. قال لك ما يجراش حاجة، تحرقه كله لكن تبقى صورته. لكن اللي سجد ولو مرة صلى مرة واحدة في عمره وترك بقيت عمره غير مستحل ومات، يبقى مش هتحرك مواضع السجود ولو سجد مرة واحدة في عمره، واضح؟ طب اللي سجد طول عمره مش هيدخل النار بقى خلاص، ده خلاص هيعدي، ده من ناجي ايه المسلم ده من النوع الحلو الاولاني، لأنه لو صلى صلاة واحدة فقد حصل في العضو أثر صلاة، وإنما بحثنا على من لم يصلي لا واحدة ولا أكثر. وعلى هذا التوجيه يكون الخوف على من ترك الصلاة أشد، لأنه يخاف عليه التبديل عند الموت، وإن مات على الشهادة فيخاف عليه ألا يخرج مع هؤلاء المؤمنين لعدم العلامة عنده. وهنا حديث يعارضنا وقول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتك يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن فعل كذا وكذا، قال وإن فعل كذا وكذا. والانفصال عنه أن نقول أشد الخوف على تارك الصلاة عند الموت، فإن مات مقرا بها مخلصا بها لا يخرج مع هؤلاء أصحاب العلامة، وإنما يخرج مع القبضة التي يأخذ الله عز وجل اللي هي إيه؟ عتقاء الرحمن بقى،
كما جاء في الحديث أن الله عز وجل بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين في العصاء الذين يكونون في جهنم فيخرجونه منها ولم يبق إذ ذاك في النار إلا من حبسه القرآن اللي هو الشرك يعني، فيقول الله عز وجل قد شفعت الرسل وشفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفعت العلماء وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض في النار قبضة فيخرج في تلك القبضة كل من حبسه القرآن، فيكون هؤلاء في جملتهم. وسيأتي الكلام على جملتهم في موضع من داخل الكتاب إن شاء الله، وهنا بحث في قوله تعالى حرم، هذا إخبار عن منع مولانا جل جلاله الحرق أن يصل إلى تلك الأعضاء بالقدرة، وأن النار يخاطبها الحق سبحانه، فالذي أذن لها ألا تحرق تحرقه، وما حرم عليها لا تعتدي عليه. وهل هذا الخطاب لها هي ولا؟ فالذي أذن لها أن تحرق، بلاش ألا تحرق، أن تحرق هي خطأ، هي أنحى. أنت عندك أن؟ بس أنا عندي ألا، بس أنا كاتب فيها أن أيام ما قريت الكتاب ده زمان يعني، هي أن. أنا الطبعة بتاعتي دي طبعة أصلها عاملة زي التوراة والإنجيل، مليانة مليانة تبديل. فالذي أذن لها أن تحرق تحرق، وما حرمه علي لا تعتدي عليه. وهل هذا الخطاب لها وهي من جملة الجواهر التي لا فهم لها ولا عقل فتفهم عن الله كيف شاء، وأن عند الخطاب يوضع فيها إدراك بما تفهم عن الله، وأنها تخاطب للمقابلة والقدرة هي المتصرفة، وأنها تفهم وتعقل، وأن الحرق منها لكن بقدرة الله تعالى، فيكون مثل بني آدم أفعلهم كسب لهم، وهي في الحقيقة خلق لربهم وهم عليها مثابون ومعاقبون. احتمل كل الوجوه، يعني احتمل أن النار لما ربنا يخاطبها أنها عندها إدراك فتنفذ، أو أن الله سبحانه وتعالى يجعلها بهذه الطريقة وفق قدرته سبحانه وتعالى مبرمجة يعني على هذه الصورة. تحتمل كل هذه الصور، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. تفضل. من يخرج من النار هل يصل القدرة مباشرة؟ لا، اللي حيخرج من النار لا، ما هو حيقع بقى خلاص، نقبها ربنا من كل حاجة، بس آخر واحد حيقف على باب الجنة وشه للنار، هيجي لك بعد كده حكايته بقى. اللهم يا عزيز صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي جعلت عزه من عزك وعز المؤمنين من انتمائهم إليه بقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، صلاة أرفع بها همتي عن الخلق اعتمادا على من عزه لا يفنى، متحققا بقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وصدق الله القائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا جبار صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي جبرت به الأكوان فخرجت من العدم إلى الوجود على وفق المشيئة، صلاة تجبر بها كسري وتمدني بقوة أجبر بها شهوتي فلا أعصاك، ونفسي فلا تهوى إلا إياك، وقلبي فلا يركن إلا إليك، وروحي فلا تشهد سواك، وسري فلا يحب غيرك يا رب العالمين. اللهم يا متكبر صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تواضع لعظمتك فجعلته سيد ولد آدم وإماما للأنبياء والمرسلين، صلاة تزيل عني كل كبر حتى أصحح عبوديتي بالذل والانكسار، وأتحقق بالافتقار والاضطرار الذي هو سبب قبول الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.